أولا السيد الوزير نحييكم من روحك للمغادرة وزيارتكم للداخلية كأولى وجهة لكم منذ التعيين ديالكم. السيد الوزير بطبيعة الحال جاء في كلمتكم على أن نحن اليوم كحزب التجمع الوطني للأحرار نقود الحكومة مش شركاء في الحكومة، وبالتالي نحن مطالبون ببرنامج سنو حاسبوا عليه في خلق فيه نهاية انتداب من طرف المواطنين. السيد الوزير احنا بين السيد اللي نصينا عليها قبل تشكيل ديال الحكومه مع السيد رئيس الحزب هو تعيين شخص عنده مواصفات خاصه في وزاره الفلاحه والصيد البحري، ربما تحضر لك اللقاء في مقر الحزب المركزي من اجل استكمال البرامج والحفاظ على الاكتسابات في قطاع الصيد البحري والفلاحه. لماذا؟ لان احنا في هذه الجهه عصب الاقتصاد عندنا هو قطاع الصيد البحري والقطاع الواعد للفلاحه الى جانب السياحه بطبيعه الحال. في غياب فيما مضى في الحكومه الماضيه برامج حقيقيه تضمن انخراط الشباب بكيفيه معقوله وغياب مراصد ديال الشغل، كان توجه بطبيعه الحال السيد الوزير الى القطاع الخاص لدعم المبادره الفرديه والحره، وبالتالي احنا في الجهه المبادره الحره والفرديه كانت غادي تكون غير قطاع الصيد البحري او الفلاحه. ومن هذا الاحساس السيد الوزير احنا ندعوكم منكم تعملوا على خلق برامج تختص جهويه بطبيعه الحال بالنسبه للداخل في هذا القطاعين وتبسيطها من اجل يتمشى التوظيف ما بعد كاين التوظيف. دابا اللي دخلت من الجامعات المعيد خاصو يدير مبادره حره، ولكن دائما المشكل اللي كان في البرامج السابقه هو صعوبة الانخراط فيها لأن المصادر كانت معقدة. سيد الوزير كانت تجارب سابقة عمل لها رئيس الحكومة سابقا في القطاع الفلاحي في الفلاحة التضامنية في الجهة وكانت ناجحة سيد الوزير، ولكن أنا نقولك أنك تزيد فيها وتوسع فيها وتفتحها وتدعمها الدعم الشخصي وتقيمها بصفة شخصية. نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصيد البحري، قطاع الصيد البحري احنا بطبيعة الحال عندنا 650 كيلومتر، احنا الجهة المصدرة الأولى في القطاع، احنا أكبر أسطول كاين في الجهة، ولكن انخراط الشباب في هذا القطاع ضعيف، ضعيف سيد الوزير، كاين مستثمرين كبارية، ولكن انخراط الشباب فئات الشابة في هذا القطاع ضعيف، وبالتالي المطلوب أن يكون برامج اللي تمكنهم برامج صغيرة، كاين برنامج هذا الشيء ديال الأكواكولتور اللي كان بداه السيد الرئيس، مزيان، مزيان، ولكن مطلوبون أنكم توسعوا فيه سيد الوزير، توسعوا فيه. كاين برامج ديال التثمين الصغرى وكذا، يعني البرامج المرتبطه بالقطاعات الخدماتيه المرتبطه بالقطاع خاص ندعموها السيد الوزير. كيف ما شاف كلمة السيد المنسق، احنا عندنا جماعه الترابي ديال الدخل كان نشرف على التسيير ديال الحزب، نفس الشيء بالنسبه لمليون الذهب، الجهه احنا شركاء في التسيير، وبالتالي احنا مطالبين بحصيله من بعد 5 سنين. الدخل خاص يتغير 40% 50% ولما لا 100%، ولكن هذا التغيير بالميزانيات المحدوده غير ممكن، ضروري من الشركاء يكونوا مساهمين معنا حكوميين كبار يساهموا معنا في البرامج ديال التأهيل الحضري، البرامج ديال التنميه المحليه، البرامج اللي غتغير البنيه التحتيه ديال مدينه الدخل سيد الوزير، وبالتالي حنا نعول عليكم كثير، نعول عليكم ونعول على رئيس الحكومه. نحيي فيكم هذا التواصل. الاحزاب السياسيه اللي كانت ناجحه في العمل السياسي هي احزاب كانت تفتح التواصل مع المناضلين ديالها محليا ومركزيا. حنا بطبيعه الحال نقرنا عليكم في الباب ولقيناكم سيد الوزير ياك وتسنتوا لنا واللي غادي تفك تفك المقدره بلاتي وكذا وكذا، ولكن الوزراء اللي كيجوا لهنايا وما كيتواصلوش مع المناضلين ديالهم راه ما كيكون ما كتكون موجوده. وبالتالي نحييكم في هذا اللقاء ونتمناو على ان باقي الوزراء اللي من حزب التجمع الوطني الحرار اللي هما ضمن الحكومه انهم يحدوا حدودكم والتواصل، ما نتصنت المناضلين، نقدر نشد لي كرا نقدر كذا، ولكن راه كيف قلتي الناس يبغوا عن المعلومه حتى الناس اللي يبغوا حد يتصنت لهم يتصنت لهم يكبروا به. شكرا ومحبوب سيد الوزير.